السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا كده يا ولاد زي ما احنا متعودين قبل اي حاجة كده نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتاني حاجة يا ولاد اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، الخلطات بتاعتنا اللي زي العسل دي يا ولاد، واعملوا اللايك كده فرحوني كده. احنا دلوقتي يا ولاد معانا ايه؟ معانا خلطة زي العسل معنى الكلمة. احنا يا ولاد شايفين كده، ده بنجر، بصل، ليمون، ثوم، ودي بذور الحلبة والقرنفل. احنا غليناهم في المية عشان نحطهم للفراخ في المية مشروب يعني. معانا كمان ايه يا ولاد بقى؟ حاجة كده سحرية زي العسل، اكيد في ناس كتير ما تعرفهاش. انا يا ولاد ده قشر البيض ما برمهوش، طبعا هو مغسول ونظيف. احنا بنغسل البيضة قبل ما نسلقها او قبل ما نكسرها، فانا يا ولاد بحوشه، بروح احمصه في الفرن، فرن الخبيز عادي، نحطه كده في شايفين احنا طبعا عندنا الصفايح اللي احنا بنخبز فيها المخبوزات، الفايش والكحك والبسكوت، فوانا كده بروح حطه تحت الفرن يا ولاد واحمصه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده يا ولاد بحطه هنا في المطحنة دي وبطحنه، بيبقى ايه يعني بيبقى زي البودرة. ده يا ولاد بقى كلسم طبيعي، هيدينا نسبية كلسم للطيور بتاعتنا ايا كان نوعها، بط، فراخ تسمين، فراخ بلدي، بط بلدي، حمام، اي حاجة. معانا ده يا ولاد كمان الرز، روح الرز المطحون انا لسه طحناه على طول اهو هنا دلوقتي. انا هطحن برضو البيض في المطحنة دي، وبعدين يا ولاد هنخلط الخلطة اللي زي العسل دي كده على بعضها. انا هطحن ده وارجع لكم تاني. بس يا ولاد انا ملفيه المطحنة اهو كده، اروح احطه كده في الخلاط. كده يا ولاد بصوا احنا كده، انا دول حطيتهم في الكبة عشان بذور الحلبة طحن معايا زي ما انتوا شايفين كده عشان يستفادوا بيها. معانا اهو يا ولاد قشر البيض كله اللي يا ولاد لما طحن عشان هو محمص، فريحته يا ولاد جميلة جدا جدا جدا. فطلوا يا ولاد احنا نطحنه كده، نحوشه ونطحنه ونحطه في كيس او في برطمان ونحط منه للطيور بتاعتنا. معانا كمان يا ولاد الرز المطحون، طول الرز ابيض لكن اللي يشوفه عامل زي قشر البيض، بس قشر البيض عشان متحمص في النار عشان لو في اي حاجة يعني تضر الفراخ. النار طبعا بتطهر اي حاجة وبتموت اي حاجة في موجودة تلاقوها يعني، النار كتلت اي مكروب. فكده يا ولاد احنا هنعمل ايه؟ هنعمل خلطة زي العسل زي ما احنا متعودين. احنا معانا هنحط من قشر ده اهو قشر البيض، هنحط يا ولاد منه معلقتين كده كبار زي ما احنا شايفين كده. هنحط من الرز برضو معلقتين يا ولاد. الرز ده يا ولاد بيمنع الاسهالات زي النشا بالظبط، وبيزود يا ولاد الوزن، كتروا منه يعني مش هيضركم. معانا يا ولاد نص معلقه من الجنزبيل، معانا يا ولاد نص معلقه من السمسم المطحون. خليكم كده يا ولاد مركزين عشان والله الخلطه دي زي العسل، دي على ضمانتي. بصوا كده معانا يا ولاد الشعير المطحون، معانا منه معلقه، خليكم كده معايا يا ولاد ما تمشوش ما تروحوش بعيد عشان الفيديو ده كله يعني حاجه زي الفل. معانا العدس المطحون يا ولاد معلقه، خليكم مركزين يا حبايبي كده معايا. معايا يا ولاد نص معلقه من الكركم. يا سلام يا ولاد على الخلطه دي والله العظيم كميه يعني مش هقول لكم. معايا يا ولاد نص معلقه من الزحتر وحبه البركه عشان احطهم في طبق مع بعض فتحس انهم اتخلطوا على بعض، بس مش مشكله، ما احنا برضه هنخلطه على بعض في النهايه. معايا
معايا ولاد، نص معلقه من النعناع المطحون برضه، حبه البركه جت عليه فمش هيعمل لنا اي مشكله يعني. معايا ولاد الشمر المطحون، بذور الشيا ولاد المطحونه. بصوا بقى يا ولاد الخلطه دي يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حاجه جميله جدا جدا. احنا كده يا ولاد كل ده هنحط عليهم شويه من العلف مش كتار، ونخلطهم كده على بعض. هننزل تحت دلوقتي عشان العلف تحت، وهوريكم انا هعمل ازاي في شويه الخلطه دول. الخلطه دي ما شاء الله لا قوه الا بالله زي العسل. معانا كمان يا اولاد ايه الحلبه اللي احنا صفناها، هي والقرنفل، هنحطها في الميه ليهم يشربوها. فيعني نسبه الخلطه دي هتديكم وزن فوق ما تتخيلوا، وهتديكم رفع مناعه، والفرخ كده صحته هتبقى جميله كده ومفرفش كده وحاجه زي الفل. دلوقتي يا اولاد احنا هننزل تحت، خليكم معايا كده. بس يا ولاد نحط كمان حبة عسل قد معلقة كده عشان نسيت احطها. ما كترش يا ولاد كده، معلقة كويسة. دلوقتي احنا هننزل يا ولاد نخلط الخلطة كلها دي في العلف، وهوريكم ازاي. بس يا ولاد احنا نزلنا هنا اهو، هنحط كده المشروب ده للفراخ، الميه نص سقاية اهو من الميه مش هنكتر. هنقسمهم دول على سقايتين. يا ولاد انا قلبت العلف زي ما انتوا شايفين كده، كمية صغيرة مش كترت، على قد ايه يعني هتطلع كده نص كيلو من العلف او اقل زي ما انتوا شايفين كده. نحط لهم يا ولاد الوقت حطوا يا ولاد للعلفات، وارجع لكم تاني. دلوقتي يا ولاد احنا رجعنا حطيناه من الاكل زي ما انتوا شايفين كده. بص يا ولاد الخلطه دي زي العسل ما شاء الله ولا قوه الا بالله، هتديهم وزن جميل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. برضه يا اولاد الخلطات دي بتوفر لنا في العلف، تديهم كميه غذاء جميله. والميه زي ما انتم شايفين كده انا قسمتها على السقايتين عشان تبقى مركزه وكويسه ويشربوها. ده يا اولاد قرنفل مع الحلبه، يا سلام على الاثنين هيدوهم نتيجه يعني مش هتتخيلوها. بس يا ولاد زي ما انتوا شايفين كده بياكلوا ما شاء الله ولا قوة الا بالله عليهم. افكركم تاني كل اللي يشوف القناة يا ولاد يشترك فيها وتحطوا اللايك كده وتفرحوني كده يا حبايبي اللي زي العسل. حطوا اللايك يا ولاد عشان تستفادوا من الخلطات اللي انا بحطها للفراخ. والله يا ولاد خلطات زي الفل وجميلة جدا جدا جدا. فيا ولاد طول شوية الحاجات اللي احنا عملناهم برضو بيزودوا لنا كمية العلف بتاعتنا. الفراخ ما شاء الله ولا قوة الا بالله زي ما انتم شايفين كده واكلين، والحصلة بتاعتهم مليانة زي الفل. الخلطات دي يا ولاد بتظبط معاكم الفراخ قوي. واتمنى يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، الخلطات اللي انا بنزلها ليكم كل يوم تكون كده يعني عجباكم. واسيبكم في رعاية الله، استنوني ان شاء الله فيديو جديد وخلطة جديدة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.